حتى السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون اليوم الجمعة ميليشيا الحوثي على السماح للفرق الفنية التابعة للأمم المتحدة بصيانة ناقلة النفط صافر الرأسية في ميناء رأس عيسى بالحديدة. وقال أرون في تغريدة على تويتر إن ناقلة صافر تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، وفي حال تسرب فإنه سيدمر البحر الأحمر وساحله، داعيا الميليشيا التابعة لإيران بالسماح للأمم المتحدة بمعالجة المشكلة. وكانت وزارة النفط والمعادن اليمنية حذرت مطلع الشهر الجاري من أن خزان صافر العائم برأس عيسى معرض للانفجار في أي وقت بسبب التقادم وتوقف الصيانة منذ الانقلاب الحوثي، مشيرة إلى أن المنشأة والأنابيب والمعدات فيها متهالكة.